هل الدعاء عند الملتزم فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو اجتهاد من الصحابة؟ لا أعلم فيه دليلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من عمل المسلمين، وقد جربوا هذا كما يذكر بعضهم، جربوا هذا أنهم يدعون بين الركن والباب، هذا الملتزم، ما بين الركن الحجر الأسود والباب، واستجيب لهم